بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بنستعين عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أجمل تحية من أرض الأصالة والتحديات هنا من هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات، انطلاق يوم جديد من التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان لسباقات الهجن العربية الأصيلة التي تأتي ضمن خامس أسابيع هذا الموسم، موسم 2023-2024. انطلاق يوم فيه المنافسة لسن اللقاية وهذه الفترة الصباحية المخصصة لمنافسات أبناء القبائل، تضم 25 شوطا ولمسافة 5 كيلومترات. نرحب بكل الحضور الكريم على أرضية هذا الميدان، نرحب بكل المتواجدين والمتنافسين هنا، وكذلك الترحيب بمشاهدي قنوات دبي ريسينج الناقلة للتحديات من أرضية هذا الميدان إلى كل مشاهدينا الكرام. أهلا بكم في هذه الانطلاقة، وعلى بركة الله أعطيت الإشارة لانطلاق أول الأشواط في هذا الأداء المميز، وهو الشوط الخاص بإبكار المحليات من خلال هذه المنافسة التي تحمل هذا الكم الكبير من التحدي والإثارة. نسير للمقدمة، نتابع أول الانطلاقات، وهذه الواضحة هي فرق مصبح بن سالم بن راشد بن مخيط الاكتبي. أما المركز الثاني من خلال هذا الأداء تتواجد جواهر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. أما المركز الثالث فالتواجد للطيارة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. انتقلنا إلى المركز الرابع في اندفاعات فهده محمود بن علي بن محمد إلي نيبي. وعلى المركز الخامس نعود مع زعزعة سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. أما المركز السادس فالقادمة بقوة شواهين سيف بن سهيل بن نخير العفاري. وفي المركز السابع في هذا الأداء الذي يعلن الانطلاقات هي سمحة أحمد بن محمد بن دغاش العامري. وفي المركز الثامن دخول من شموخ علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. وعلى المركز التاسع في هذه اللحظات هو التواجد ما شاء الله زمايم محمد بن سلطان بن جلثم الخيلي. وفي المركز العاشر هذه شواهين نواب بن نوح بن أحمد البلوشي. هذه المراكز الأولى في هذه الفئة، فئة اللقاية ومفاجآت هذا الموسم التي قد تكون حاضرة على أرضية هذا الميدان. أول كيلومترين من التحدي والإثارة ومسار يحمل القوة، وهنا أيضا التقدم يبدأ من شعار الفيلسوف رجل الأمتار الأخيرة والتحديات في هذه الانطلاقة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، الذي بدأ يتقدم مع مسار التقدم والاقتراب إلى خط النهاية. المركز الثاني المنافس القوي فرق مصبح بن سالم بن راشد بن مخيط الاجتبيع. المركز الثاني والحميري سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري مع الطيارة. على المركز الثالث ما شاء الله تبارك الله هذه الثلاثية كما تتابعون على المقدمة وأيضا التحدي والإثارة. المركز الرابع نعود إلى فهد في رابع المراكز محمود بن علي بن محمد لينيبي. وهناك على أتوقع شعار بن دغاش، نعم سمحة أحمد بن محمد بن دغاش العامري. وفي المركز السادس يا سلام بن بدر، بن بدر ما شاء الله وتبارك الله أهالي الرعفة قادمين مع شموخ علي بن حميد بن بدر العليلي. أما المركز السابع، المركز السابع هي زمايم مع سابع المراكز محمد بن سلطان بن جلثم الخيلي. وفي المركز الثامن أيضا وصلت شواهين سيف بن سهيل بن خير العفاري. أما المركز التاسع في هذه اللحظات وسمحة قادمة مع التحدي من خلال هذه الأسماء سعود بن عبيد
بن كنيش الهاملي، وفي المركز العاشر هي غنايم سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي. هذه الأسماء بدأت تغير، تأتينا بعض الأسماء، الطيارة طارت تحركت، الحمير يحرك العتاد، استخدم سلاح الجو في هذا الصباح المميز. ما شاء الله الطيارة سعيد بن عبيد الحمير الذي يعلن هذا الأداء المتميز هناك. الفيلسوف لا زال في الصراع، لا يقبل إلا بالمنافسة من كل التحديات. أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وهناك أيضا افهده افهده محمود بن علي بن محمد الينيبي على المركز الثالث من خلال هذه التحديات. بن بدر يا الشاعر ما شاء الله مع هذه اللحظات، هي شموخ علي بن حميد بن بدر العليلي. لوحة الإعلان تأتينا مع هذه اللحظات، لوحة الإعلان في هذا الانطلاق. ما شاء الله بنعلن للجميع أيضا من خلال هذه اللحظة، 1200 ما شاء الله تبارك الله، الأداء متميز، تغيرت الأمور، انطلقت، الشاعر وصل والفيلسوف تحرك والحمير يطير بالطيارة في هذه المنافسة. الله الله الله، شوفوا الياي الصدوق أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي، يا سلام، تنضم إلى قائمة المقدمة والكوكبة أهالي الفقع أيضا من خلال هذه الانطلاقات. ما شاء الله تبارك الله، الفيلسوف على المقدمة مع هذه التحديات. أهالي رماح أعلنوا الهجوم، الأمتار الأخيرة هي ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله. أهالي رماح تقديم هذا النوع الممتاز، تحرك في مساره اللي يعرفه تماما من خلال هذه الأسماء والمقدمة تطير مع هذه اللحظات. جواهر، وهي جواهر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي الذي يقدم هذا الأداء الجميل، هذه اللحظات المميزة. صباح الخير يا أهالي رماح، وشكرا يا فيلسوف الأصالة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. ما شاء الله، صباح الفل، صباح السعادة، صباح الناموس مع هذه الانطلاقة الأولى التي تحمل هذه الأسماء المميزة والتي تعلن هنا التواجد. انتظر للحظة الأخيرة وحرك ما شاء الله هذه الجواهر التي تحمل هذا المسمى، اسم على مسمى، جواهر، وهي أكثر من جوهرة في واحد. ما شاء الله تبارك الله، رماح رماح رماح، سلام 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 يا الفيلسوف، سلام التحدي والإثارة، وأول نواميسنا في سن اللقاية. المركز الثاني ذهب إلى صدوق أحمد بن مخيط بن كراس سبوسي. المركز الثالث سمحة سعود بن عبيد بن كنيش الهاملي، والمركز الرابع كانت طيارة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، والمركز الخامس كان تواجد شموخ علي بن حميد بن بدر العليلي. ما شاء الله تبارك الله، هذا أول يوم، أول مضمار، أول تحدي، الناموس ما شاء الله يحمل هذه القوة. 37 ثانية وجزء واحد من الثانية، ما شاء الله، تهانينا والناموس أحمد بن مطر بن مايد الخيلي على هذا الفوز وهذا التحدي. بينما المركز الثاني ما شاء الله، شوف الفروقات هنا، جاءت أيضا 7 دقائق، 36 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس من خلال هذه الانطلاقة لأحمد بن بخيت بن كراز السبوسي. والمركز الثالث كان التواجد 7 دقائق 39 ثانية و6 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس